خير ان شاء الله. الو الو بديعه، تالي من راك تعيط. البديعه اخلص شكونك حبي ريبون تاليك منور. وش كاين مسيو سلاحلو راهي الوحده تاع الصباح؟ بديعه جاتني الدرسه ما خلتنيش كان نرقد من الوجع. ما عندكش كاش دواء يحبسها لي؟ خلاص خلاص راني جاي. يا بابا يا بابا يا بابا وي يا بديعة، خلاص ما قدرت يا بابا. قولك حاجة، تقول نحيهم كاع وندير دونتي، شحال نشرب حبة؟ راه الدواء عندك شرب شحال تحب. واش نقولك يا بديعة؟ ما تقولي والو، خليني نرقد برك. نصبح خدامة على الخمسة تاع الصباح مسيو سي الحلو. ربي يعاونك. بصح ما صغر بزاف، خمس حبات ويا ربي لا حبست. مسيو سي الحلو، مسيو سي الحلو، 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 بنتي عاشت ترتينا. صباح الخير مدام ليلى صور، سامحيني. هاجي لهنا. وعلى وجهك مصفر هكذا؟ فنطقي. الحلو خلطت البارح في عظمى عطيت دواء تاع الدرسة، مديت له دواء تاعك ودوكا راه في لاشومبر تاعو مصروع. عطيتي له دواء تاع الكوادر؟ شيء يقول
مدام ليلى زهر نبرنات ما نقدروش نخرجوا هادو كيف يقولنا سكتي دوات ما يفقنا اسمعي هيا الدول جدا ليه يمشي خوي خوي لا زهر اليوم درت لكم دي طاغتين بالخبز تاع القمح بالجوز واللوز عندكم الزبده تاع البقره وعندك المعجون تاع الصفرجل لي كرواسون كوم دابيتود العجينه مورقه بالزبده تاع البقره فوالا كش ما تحبين نزيد لك لالا زهر لالا شيف يعطيك الصحه تقدر تروح بصحتكم الله يسلمك يا بارح بكري اليوم ايه عنده خدمه وانتيا واش بك مش نفهم ولا مازال ما حبش يريبوندي لك الفارس المغوار تاعك خلا لي فو هذا كاع اللي جالكم لو كان ماشي السي الحلول ديالكم لو كان تهنينا هكا عليا اوه سكتوا ناس بحر ربي لزهور كاينه حاجه مهمه لازم نقولها لك الحلو واش بيه الضربيه تاع شمبرتو بح ما يكونش ضحك شي ما يشري وقت الهضره على الضربيه سكينه سمحي لي بزاف لالا درك نسقسي بديعه ولا ما تقولي والو البديعه تكون مشغوله روحي فرشي ضربيه واحده اخرى وكي تجي الحلو سقسي وين دارها تما كان حضر لالا يما راكي مليحه راني مليحه على واش خصني ابار الخضره يخص لا مونغ فروي دو لا باسيون والكيوي شاف تحب نروح ندير لي زيكورس بلاصتك ولا ما تشخى يا عمار شحال من مرة نفهمك الخضرة والفاكهة أنا نحب نخيرهم بيدي ولي زيكورس أنا اللي نديرهم هيا خدم أختم بديعة أروح شوي نفهمك قبل ما نخرج أنا نشري بديعة بديعة خلعتني شاف وش بيكي طرشتي اسمحني وحبسي ما تمسحي في هذيك الفرشيطة أي ولات انفيزيبل كاع دقيقة دوك انت شاف هو انتوما اللي تحبسوا لي قلبي انتوما تحبسوا لي قلبي انا المغبونس بيبي انتيا وانا منك ما نبراش انا المغبونس بيبي انتيا منور وانا منك ما نبراش منور اون بيرسون وراك رايح منا واش دخلك نروح نصبر هذاك الحشيش اللي راهو ليه منور بزاف عليك راك ملي حليت عينيك وانت تخدم على ما تروحش دير لا سيست تريح شويه ومن بعد رجع لخدمتك اوه انا لا سياس نربطها بالرقات تاعي نحيها من الطريق ويطول النهار منور اوه نسيت كاع ما دام ليلى زهور جات البيض تاع الفيرما وقالت لك باش تروح تشري لها هاك الدراهم وقالت لك خلي الصرف عندك ايه باش تعقبي على راس منور انا على بالي بكلش وبلا ما تخبي واش على بالك منور البيض شهيتيه انتي ماشي ليلى زهور No way.
الدار فقت لي بيان سور فقت لك. نروح نكمل هذاك الحشيش ومن بعد نروح نشري. لا البيض انا باغيه تهضوك والحشيش انا نزبرو. ها كيما نسى هادو ما فهمنا فيها والو. الو شكون منصور؟ هي ماشي من عوايدو بصح احتمال خرج بكري. صح 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 عيط المعلم نتاع السي الحلو قال لك اليوم ما راحش الخدمه ومن الصباح وهو يعيط له في التليفون ما رفدش عليه. قلت لك هو اللي سرق الزربيه. تهنيه منه كان غير ما يرجع. مصباح وانا نبعث له في لي ميساج ما حبش يريبوندي لي وقلت له بلي براه مقلق عليك ورانا كامل نحوسوا عليك. ايه واش قال لك يا با؟ ما حبش يريبوندي لي ما داليش ميم با فيو. يريبوندي لي وين راه؟ ماشي الحلو يما يهضر على واسم. حيرني عمرو لا راح الكاش بلاص بلا ما يقول لي. سبحان الله العظيم. من فضلك اجلس على الكرسي مريح. يكون غير خاطرك. من جهتي انا يا سي محي الدين اتصلت بكل المستشفيات ومراكز الشرطه. والو 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 خلاص محي الدين اتهدم يا بادوك يبان الوخده لو كان ما يبانش. في هذه الحاله يا سي محي الدين ونظراً للأهمية الكبيرة التي يكنها الحاج باباك الولد خوك الله يرحمه ويوسع عليه نظن أنه من دواعي الواجب أننا نتصل بالحاج. ها؟ لا لا دواعي لا دواعي ما تقولوش بالك ما به والو دوك يبان إن شاء الله. ما تنساوش الزربية ثاني مفقودة. أنا على حساب رأيي نتصلوا بالشرطة. اسمحوا لي. أوه الحاج عمرها طويلة. إيه عمرها طويلة. هذاك هو عيط له. بابا هاك مليح. الحلو وين راه؟ واش صرا له؟ بابا ما تقلقش الحلو ما عنده وين يروح. هاك تعرف لي جون لأنك خرجت تشوف أصحابه هذا ما كان كيما أنا فكري. كنت أنت مين داك تجي تحوس عليا. من جهتي أنا بحثت عليه عند جميع الزملاء نتاعه وجميع الأصدقاء الريحة تاعه ما كانش. عندك 24 ساعة تجيب الحلو من السماء ولا من الأرض سينو هاك على بالك. بابا أسن كوبا على بالك هاني شوفه. يا ربي كيفاش ندير حصله ها كيفاش ندير كيفاش ما صرا له بعيد الشر كيفاش ندير في هذه الحاله الخاصه بعيد الشر يا سي محي الدين. دقيقه ما تقلقش ما تقلقش معايا نبحث لك على القانون واش يقول. ها هي لوينها عندنا زوج حالات. في الحاله الاولى القضيه تحال الى العداله وتخضع للتحقيق وإذا ما كان عندك حتى دخل لا من قريب ولا من بعيد لا أنت ولا أحد أفراد العائلة نتاعك الورث غادي يبقى لك. هادي مليحة هادي شفت شحال مليح القانون. والثانية أما في الحالة الثانية القانون واش يقول واش يقول واش يقول واش ها هو لوينا. في الحالة الثانية القضية تحال إلى العدالة وتخضع للتحقيق وإذا كان عندك دخل من قريب أو من بعيد أنت ولا أحد الأفراد تاعك تدخلوا للحبس والورث يطير كامل كاملا. بصح حنا الحمد لله خاطينا هادشي يبصح كيفاش ندير
وين راح نصيبو الحلو؟ وين راح نصيبو؟ وين راك يا وليد خويا؟ وين راك؟ سي معي الدين ما كليت والو، ما عجبتكش الماكلة؟ لا لا ماشي على الماكلة، ماني جيعان، نجيب لك حاجة واحدة أخرى. خلاص يابا خليه، بالك ما كانش عاجبو الحال معنا وانت كنت تسيف عليه. لا لا بنتي ماشي باش نسيف عليه ولا، المنام خويا الله يرحمه رايح يوصي، بالك على وليدي بالك على وليدي. ها انا صبتو راح لي انا تانيك ما هوت ليش. لو كان بعيد الشر يكون مات. بعيد الشر هاكي كبرتيها بزاف يابا. على ماشي خير نديرو انونس في الانترنت ونقولوا للناس يعاونونا باش نلقاوه؟ فكره مليحه بنتي، بصح شكون هادي الحوس عليه؟ الناس كامل راهم ملاتين بهمهم. ولو كان كي نديرو انونس نقولوا لهم بلي نخلصوهم كيما في لي فيلم. ماذا بيا بنتي، نقدر نخلص حتى ل 100 مليون على وليد خويا. محي الدين 100 مليون قليله، حتى وليد خوك انا في رايي تقدر تروح حتى ل 500 مليون. ولفتي زهرة؟ ايه سكينة وش كاين؟ لا نرجس انا الكابتن وسيم يستنى فيك لبرا. وعلى ما خليتيش يجوز؟ لا لا يما جاي يشوفني وهي راح عنده فول، اسمحوا لي. زهر او خاطبها برك، ماشي خاطش بيلوت او جاي الي وروتوري ديري سكار في الدار. مساء الخير واسم. مساء الخير. هاك اذا ما يكفوكش نزيد لك. لا لا صافا يكفيو، بلوكات لي لاكارت وما كانش عندي الوقت نروح البنكه، سيما ما نجيش ليك وهذوك نولي من الوسط خليني نرجعهم لك. يا خا واسم ما بيناتناش هاد العفايس، ياك شحال مختار نقول لك التاليه ما كان هضرت لي. على بالك يا ما تهدوا لي فاتو كامل ما رقدتش منها. وكنت تشوفي انا البارح صح؟ على بالك سهرات بوكي لك لاكارت. عم بات لك تخمن فيا. انت تاني خمنت فيك. قلت الحق عيط لي. راهم كامل مقلقين على السي الحلو، حتى الماكله وما كلاوهاش. تعرف انا الحاجه اللي محيرتني وش هي؟ الضربيه وش دار بيها السي الحلو؟ اي اي السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم باص دوك نخرجوا من الدار ومن بعدهم يلقاو. أهلو نحكي ما ترالي قصه